Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi konat amiko azib. متى تستيقظ؟ أستيقظ عند الفجر. أين تصلي الفجر؟ أصلي الفجر في المسجد. هل تنام بعد الصلاة؟ لا، لا أنام بعد الصلاة. ماذا تفعل بعد الصلاة؟ أقرأ القرآن. ومتى تذهب إلى المدرسة؟ أذهب الساعة 7. هل تذهب بالسيارة؟ لا، أذهب بالحافلة. هذا يوم العطلة. هذا يوم العمل. ماذا ستفعل يا أحمد؟ سأكنس غرفة الجلوس. وماذا ستفعلين يا فاطمة؟ سأكنس غرفة النوم. ماذا ستفعل يا هلمان؟ سأغسل الملابس. وماذا ستفعلين يا لطيفة؟ سأكوي الملابس. أنا سأغسل الأطباق. سأقرأ القرآن. متى تستيقظ يوم العطلة؟ أستيقظ مبكرا. ومتى تستيقظ أنت؟ أستيقظ متأخرا. ماذا تفعل في الصباح؟ أشاهد التلفاز. وماذا تفعل أنت؟ أقرأ صحيفة أو كتابا. أين تصلي الجمعة؟ أصلي الجمعة في المسجد الكبير. وأين تصلي أنت؟ أصلي في المسجد الكبير أيضاً.